نادي الاهلي تتوقع فرصته عظيمه في دوري ابطال افريقيا كبيره يعني، ولا شايف انها صعبه جدا؟ طبعا صعبه جدا طبعا. صعبه دي الحقيقه. تتسهل ازاي؟ لا لازم يكسب الماتشات الجايه يعني. انت لو سالت اي حد هيقدر يقول لك يكسب لو الماتشات. سالت واحد بيبيع بطاطا الحلوه المعسله دي، طب سان داونز هيقول لك لازم يكسب. سان داونز جنوب افريقيا يقدر يكسب الاهلي بعد ما شفت مستوى سان داونز في القاهره؟ فرقه بديعه وممتعه، وهم اللعيبه مستمتعه وهي بتلعب، ومفيش فريق مصري لا اهلي ولا زمالك ولا طنطا ولا مقاولين ولا بيراميدز ولا لعب بره ارضه زي ما سان داونز لعبت مع الاهلي بره ارضه. سان داونز فرقه متمكنه لاسباب كتيره جدا يعني، بس الفرقه دي فيها لوغاريتم انا مش فاهمه. هي بقالها كده بتلعب الكره الحلوه دي بقالها 10 سنين واجيال مختلفه، والمدربين مختلفين، لكن دي المدرسه بتاعته. صح ماشي، بس ما بياخدوش بطولات. يعني الكره الحلوه دي ما بتاخدش بطولات ليه؟ لان حلاوه الكوره في بعض الاحيان ما بتكونش اللعب اللي هم لعبوه ده، لا التكتيك والتنظيم احيانا عشان تاخد بطوله. فانت الفريق الكبير حتى ريال مدريد لعب قدام ليفربول بيدافع على منطقه، صح، قدام مانشستر سيتي قدام باريس سان جيرمان عمل ايه بقى؟ بس ايه بقى؟ عمال يكتسح البطولات. صح. في وقت بيهاجم فيه وفي وقت بيضطر يعمل الدفاع الشكل الدفاعي ده. يعني الاهلي يعملها في جنوب افريقيا هي قادر يعني؟ لازم هو المدرب ده شغلته ايه؟ شغلته ان يعني يحط اسلوب لعب وفقا لاداء سان داونز، لمهارات وقدرات ومميزات لعيبه سان داونز، السرعات العاليه، المهارات مش لازم يستلم كوره. مش لازم يبتدي من ولما الاهلي مع سان داونز هنا في القاهره ضغط عالي بس لمده 5 دقائق كده تعبهم جدا في انهم يطلعوا بالكوره. لا انت لازم تطول دي، لانك انت لازم لعيبتك تبقى جاهزه بدنيا عشان تعمل ده كل فتره. مش هقول طول المباراه،